الحدث هو تنازل وزراء حكومة سلال عن 10% من رواتبهم بتوقيت الأربعاء 30 نوفمبر لفائدة الخزينة العمومية بسبب الظرف الاقتصادي الخاص الذي تمر به البلاد بغرض دعم الجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها جراء تهاوي أسعار النفط. وهو القرار المرتقب تفعيله بداية من شهر جانفي القادم، وهي الخارجة التي يبدو أنها قد أحرجت ممثلي الشعب من برلماني المجلس الشعبي الوطني ممن لم يقدموا هكذا مقترحات خلال أطوار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، علما أن المجموعة البرلمانية لتكتل الأخضر قد فشلت في افتكاك هذا الموقف الذي قدمته في شكل مقترح مادة. في قانون المالية 2017 طرحنا في مادتين مستقلتين، المادة الأولى تتحدث عن ارتفاع 20% من رواتب النواب، المادة الثانية متعلقة بتخفيض رواتب الإدارات السامية في الدولة، وأحلنا هذا الإجراء على التنظيم لأنه من صلاحيات الحكومة تخفيض في رواتب الوزراء 10%، ونحن هذا الإجراء نثمنه. ورغم حديث نواب الأغلبية البرلمانية في مبنى زيغود يوسف عن دورهم في تقنين تخفيض منحة نهاية العهد البرلمانية المقدرة ب 240 مليون ب 50%، والتي ستعود هي الأخرى إلى الخزينة العمومية، إلا أنهم ثمنوا خرجة أعضاء الجهاز التنفيذي. بالنسبة لنا احنا قانون الداخلي مازال ما جاش للمجلس، وكي كل حاجة في كما نقول لك ندرسوها في وقتها، ولا كانت اليوم على المصلحة العليا تاع البلد. بالنسبة لنا كان نواب كاش مشكل تفيد الأجور ولا ليسونسيال، احنا الإنسان يدير حاجة يدير على كل إطارات الدولة الجزائرية، ولازم في البلد هذه لازم كلنا نساهموا فيها. إذن يبدو أن فسيفساء التشكيلات الحزبية المتواجدة بالمجلس الشعبي الوطني قد التقت في بوتقة اللعب في الوقت بدل الضائع من أجل حفظ ماء وجهها أمام منتخبيها أشهرا قلائل قبل نهاية العهد البرلماني، بالسعي إلى إقرار تخفيضات في رواتبهم ضمن جلسة مناقشة مضمون النظام الداخلي للغرفة الثانية.